بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجلال وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان في سنة 1740 وكان في طفوليته يمتنع من الرضاعة في نهار رمضان إلى يتامن الله تعالى به. ولما ترعى سار إلى طلب الغلم حصل كل مثقال عليم ومدده إلى الفضائل فكان أسرى من فطر بنيه وتفقه بالوفاني بن يقين وأبي الخطاب الكرواني محفوظ بن أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي إعانة وغيرهم من موطن سنتين يا رئيس العلوم يتجلى. وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي واقتبس منه ويقتباس وخذ علم الطريقة للعارف بالله الشيخ بن خير حماد بن مسلم دماس ولبي سميد القاضي أبي سعيد المبارك الهرقة الشريفة الصوفية وتأدب بآداب وفية ولم يزل ملهوظا بالعناية الربانية عالجا في معارج الكمالات بهمة الأبية آخذا نفسه بالجد مشمرا سائد الاجتهاد نابذا معا بالإسعاد والإسعاد حتى أنه مكث 25 سنة سائر في سهراء العراق وخراباته لا يعرف الناس ولا يعرفون فيعقدونه عن أمره ويصرفون وقاس في بداية أمر الأخطار فما ترك حولا إلا ركبه وقفر منه الكفار وكان لباسه جبة صوف وعلى رأسه قريبة يمشي آفيه في الشوك والوعير لعدم وجدانه عليه يمشي فيها ويقتات ثمر الأشجار وكمامة البقر ترمى وورق الحشيش بوشاته النار ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبقي مدبا لم يقل فيها طعاما فلقيه إنسان فأعطاه سرة درهم إكراما فأخذ ببعضها خبزا سميدا وخبيصا وجلس يقول وإذا برقعة مكتوب فيها إنما جعلت الشهوة لضعفاء العباد ليستعينوا بهذا الطاعات وأما كلياه فما لهم الشهوات فترك الأرض وأخذ المنديل وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه مفقود ومعتنى به معرف اللهم انشر نفحات الرضا.